ها قد جاءت إجازة منتصف العام ومعها الكثير من أوقات الفراغ، أوقات ينبغي للمسلم أن يغتنمها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاحذر أن تكون من المغبونين، واستثمر إجازتك فيما يعود عليك بالنفع في الدين والدنيا. اختم القرآن تلاوة، احفظ منه جزءا، اقرأ كتابا، التحق بالدورات العلمية الشرعية، اكتسب مهارة جديدة، قوي بدنك، ولا تنسى أن تخصص من وقتك جزءا لنفع المسلمين. بلغ علما، انشر دعوة، ادعو إلى خير، صل رحما، زر مريضا، اقض حاجات المسلمين وادفع عنهم الضرر. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقتك أغلى ما تملك، فاستثمره فيما ينفعك وينفع المسلمين.